وأسعد الله مساءكم بكل خير. اليوم بإذن الله راح نكمل جولة تجهيزات العيد، واليوم راح تكون جولتنا في المحلات اللي في الهنداوية. ستايل الإكسسوارات من المحلات اللي في الهنداوية، بس البيع عندهم بالجملة منزلين تشكيلة العيد. الجملة كيف؟ يعني مثلا شايفين هذه الحزمة اللي زي كده، تاخذوا منها 12 كيس. أعطيكم فكرة عن أشكال الأظرف المتوفر عندهم دحين اللي تحطوا فيها العيدية، سواء أظرف أو كروت. زي هذه المجموعة اللي هنا ب 23 ريال، شايفينها اللي دحين أنا بمرر لكم عليها. هذه الأشكال كلها ب 23 ريال. ودي الأشكال الثانية، يجي الظرف أكبر ب 55 ريال. زي ما بقول لكم الكيس الواحد تاخدوا منه 12 كيس. ولو بيتدوروا على الأكياس اللي زي كده اللي تحطوا فيها التوزيعات والتابعة، 19 ريال الموجودة عندهم. فخليني كده أصور لكم هي من بعيد، شوفوا التشكيلة كاملة والأشكال الموجودة عندهم. حلوة للناس اللي تدور على يعني كمية كبيرة، تدور مثلا بدرازن يعني، فتعتبر من المحلات اللي عندهم تشكيلة كبيرة وواسعة. لو كنت تدور على الألعاب التفاعلية، زهر منزلين بس بشكل كده مرتب، يعني زي مثلا اكس او ب 109، الكوتشينة هذه ومعها زي الشطرنج ب 103، برضو الاكس او هذه مقاس شوية أصغر. هذه علبة الكوتشينة عندهم، علبة الضومنة، حتى الضومنة راح تلاقوها عندهم بالشكل الخشبي. دي مرة تعجبني الألعاب التفاعلية اللي يكون كده شكلها مرتب، أول حاجة لأنكم تقدروا تلعبوا فيها، وتاني شيء لأنها مرة حلوة في الديكور. عجبتني كده تيجي علبة زهرة كبيرة وجوتها زهر كده صغير، فمن الأشكال برضو حلوة. في منها لونين شايفين، البني والأسود. أسعارها مثلا زي الكبيرة اللي دحين كده مفتوحة السوداء ب 74، اللي أصغر منها هذه ب 51. الاكس او زي ما بقول لكم مليان عندهم الاشكال والديزاينات، في اللي تجي زي كذا خشبيه كبيره، في اللي تجي شويه اصغر، في اللي تجي لها زي الدرج. في كمان علبه الكوتشينه هذه حلوه ب 65 ريال، شايفين كيف شكلها من برا؟ دحين افتح لكم هي زي كذا. مره حبيت الاشكال هذه كمان كذا، تجي فيها ضومنه وكوتشينه والزهر ب 77، وهذه زي كذا تجي كوتشينه بس فيها زي الشباك كذا القزاز، هذه برضو بس على شكل مستطيل. اشكالها حلوه يعني، بقول لكم تيجي مرتبه. منزلين قاعدات اكواب من جد مره حلوه، اسعارها كده على 38، والله مو بس تجنن، احلى من تجنن على الطبيعه، لانه كده فيها زي الموج حقت البحر، موجاتها حلوه. وكمان الفواصل عارفينها هذه حقت القطب موجوده، الالوان مره حلوه تجنن على الطبيعه. ترى شوفوا كمان، معليش حاخذكم كده قفزه ثانيه، الشطرنج شايفين اللي يدوروا على الخشبيه، تراها احلى من البلاستيك. كمان راح تلاقوا عندهم الكتب اللي زي الديكور، عارفين الكتاب اللي يجي كده مفتوح، بس الاشكال اللي عندهم حلوه على 28 ريال في هذا المقاس، وفي المقاس اللي زي كده شويه اكبر. خلينا نشوف لكم كم سعر الكبير ب 41 ريال. عجبتني الخريطه مره، عجبتني. ضمن الأشياء اللي مرة حلوة عندهم مراكن الزرع، ألوانها مو تجنن، بقول لكم على الطبيعة كمان أحلى وأحلى، أحيانا الصور تظلمها. واللي عجبني في الزهر إنه أسعاره متناسبة مع نفس القطع، يعني زي كده تلاقوها على 100 108 118، فتطلع مرة حلوة ترى في الديزاين، يعني في الصوانين، في الصالات، عند المداخل، زي ما تحبوا يعني. حتى هذه مو اللي عارفين تيجي مرة ثقيلة، لا مو مرة ثقيلة. واحدة من أفكار العيد اللي ممكن تلاقوها عند الزهر ومتوفرة، السلات اللي زي كده، تقدري تاخدي سلة هي عارفين زي الحجر، فتقيلة ما تعتبر خفيفة، وكده تملوها شوكليت، فممكن تكون من توزيعات العيد يعني كده، مو توزيعات لا، هذه للأمانة هدية عيد، لأنه الهدية تفرق عن التوزيعات. أسعارها ما بين 28 38 32، حتلاقوا في هذه الحدود. رواد الأسطورة للتجارة، شفت كده عندهم حاجة حلوة عجبتني، وفكرتها اللي في بالي كمان حساها حتعجبكم حلوة. شايفين هذه؟ خذوا منها مقاسين،
حطوا من تحت احشوها، عارفين النايلون هذا اللي يتكرمش اللي زي السلوفان او حتى ورق ما في مشكله، وعبوها من فوق مثلا الكبيره ليمونيه والصغيره عارفين التوفي حقت النقلي برضو تنفع، او حقت باتشي اللي تيجي كده مربعات، وعبوها كده من فوق وخلوها عند المدخل حقت الصالون تطلع مره شكلها حلو. هذه زي كده بكم سعرها الكبيره لوحدها ولا الكبيره والصغيره؟ والكبيرة 157. فأخذكم كده جولة سريعة على الأشكال الموجودة عندهم، شايفينها من الأشكال الحلوة برضو اللي عجبتني عندهم دي التشكيلة من الخسف. عارفين لو انتم مفكرين ان شاء الله اول يوم العيد تعملوا كده زي الطاوله اللي فيها التعتيم للفطور، فحلو كده تيجي في الجنب وتحطوا فيها الشريك مثلا والسحيره العيش الحب تطلع مره شكلها حلو ومرتبه. بس هذه كيف البيع عندهم؟ هذه لازم تاخذي 12 حبه، ال 12 حبه ب 138 صح؟ وقال كده ايوه 138. فحلوه او مو بس بقول لكم حلوه يعني من الخسف المرتب. التسهيلات هذه المرة الثانية برضو أصور لكم، هو عجبتني عندهم العلب المقسمة دي تنفع برضو للمكسرات لو عاملين حلويات مثلا كده أشكال مشكلة تبوا مربع أو مستطيل ليمونية التوفي الحلاوة اللي ملونة ديكة اللي مثلا بالكولا هذه الأشياء، وممكن تكون المكسرات الكاجو المكسرات اليابانية مثلا الفستق كده تقسموها برضو من الأشكال الحلوة. هذه كيف أسعارها؟ الصغيرة بكم والكبيرة بكم؟ 50. كمان من الأشكال الجديدة الموجودة عندهم الفواحة حق الدولاب، وفي نفس الوقت يكون توزيعات للمواليد. هذه كيف أسعارها؟ بالدرزن يعني ياخدوها ولا؟ درزن. أيوة درزنها كيف؟ 12 حبة. أيوة كم هي يجي تقريبا سعرها؟ في ب60 في ب50 في ب55 على حسب المقاس. فاكرين العلب اللي صورت لكم هي في سوق اليمامة وقلت لكم تقدروا تنزلوا منها التعليقات الإكريليك؟ اهي موجودة زيها في الهنداوية. في كل عام وانتم بخير، عيد سعيد من الفايزين من العايدين، كلها موجودة. وكمان عندهم هذه التعليقات اللي تحطوها على الدلة حقت مثلا القهوة، اللي تحطوها على شاي أخضر قهوة زي ما تبوا كلها موجودة. هذه كيف أسعارها اللي هي من العايدين و... من 10 ريال. واللي زي كذا والدرزن هذي من 15. الدرزن حقي من 15؟ اوكي. وهذا اللي تحت الشاي القهوة من 10. تمام. ثلاث المواسم عندهم زي هذه الشموع برضو تنفع التوزيعات، الحبة ب6 ريال. وعندهم الأشكال اللي زي كذا عارفين كأنها شوكليت بس هي مو شوكليت. عندهم كمان اللمبات اللي زي كده اللي تتحط على الكومدينا ب35 ريال. أقول لكم مرة نلاقي عندهم شموع كتير حلوة، هذه عجبتني شمع معطر. كم سعرها؟ سعرها ب11 ريال ونص، برضه حلوة. سواء تحطوها في غرفكم أو سواء مثلا توزيعات لو تبوها برضه تطلع مرة حلوة. مجايبين أشكال مرة كتيرة في سلة المواسم. شوفوا هذا كذا كمان ينفع، عارفين كيف؟ ليفة مع فرشة مرة حلوة تنفع في هدية، وتحطوا معاها الصابون من اللي صورت لكم في القزاز اللي أول كان عليه تخفيض، يطلع شيء كذا مرتب. مثلا زي هذا الشكل ب14 ريال، وعندهم كمان شكل ثاني زي كذا يجي بوكس وفي كامل ليفة وفي فرشة في الحجرة، شايفينه كيف ذا المربع؟ هذا سعره برضه ب14 ريال تقريبا. برضو كمان في شكل ثالث عجبني، خلاص هذه ما يحتاج عليها تزود ولا حاجة. من الهدايا الحلوة عارفين مثلا تعتبروها تجهيزات ما قبل العيد تحطوها زي كده. هذه الشموع برضو أشكالها حلوة، سعرها ب17 ريال وربع. شايفين أوريكم أشكالها من برا. ومن الأشياء اللي برضو كمان عجبتني شمع معطر للفواحات، هذه حلوة في الحمامات في المغاسل حقت الضيوف تطلع شكلها كده مرتب، سواء بعلبتها أو لو غيرتوا شكل العلبة بالحالتين حتطلع حلوة معاكم. كمان لو كنت تدور على فواحات للسيارة في موجودة عندهم التشكيلة هذه، في بالفراولة في باللافندر، سعرها ب17 ريال وربع.
عندهم كمان زي هذه القاعدات على 85 كذا، طاولات صغيرة تقدروا تحطوها فوق الطاولة الكبيرة، تحطوا مثلا عليها فناجين القهوة، أو مثلا زي هذه على 90 ريال تقدروا تحطوا فيها تشكيلة الأجبان. كمان هذه من الأشكال الحلوة، عارفين إيش ممكن تسووا فيها؟ تنزلوا منها تعليقات فيها عيدكم مبارك أو الثيم حقكم، ومن تحت تحطوا مثلا حلويات مختلفة فتطلع شكلها كذا برضو مرة حلو. خلينا نصور لكم هي كذا من بعيد كاملة. الطاولة اللي تحت ب 322. برضو كمان فكرة تانية تنفع، عارفين الطاولة اللي قلت لكم اللي تعملوها زي البوفيه حق الأجبان، تقدروا تجيبوا مثلا عارفين القطاعات الخشبية اللي نقطع عليها، تقدروا تحطوها كده زي السطح، يعني مثلا فوقها كده زي السطح وتحطوا فوقها أجبان مشكلة فتطلع برضو شكلها حلو. استنوا أشوف لكم كم سعرها. سعرها ب 110. ايوه زي هذه القطعة شايفينها، ايوه زي كده مثلا قطعة مربعة تقوموا تحطوها هنا وتصير لكم مرتفعة، فتقدروا بعدين ترصوا عليها زي ما تبغوا الأجبان. برضو من الأشياء الحلوة اللي ممكن نحتاجها، عارفين هذه الطاولة اللي تيجي كم دور ب 460، فممكن تحطوا مثلا في دور العصيرات، العصيرات مع كاساتها، في دور القهوة أو الشاهي مع الفناجين، في الدور اللي فوق تحطوا عارفين الميني تارت، هذه الكيك الصغير والميني تارت والمعجنات اللي تيجي كده صغيرة، برضها كده يعني ترتبوها بشكل فتطلع مرة حلوة، الثلاثة الأدوار تكون مليانة وبتدي كلها لنفس الغرض. شايفين هذه العربية حقت القهوة؟ احنا ممكن دحين نغير شكلها، كيف ممكن نستفيد منها في العيد؟ ممكن ناخذ هذه العربية وشايفين محل الكاسات هذه، لا ما نحط كوبايات، نحط هذيك التعليقات اللي زي كأنها تحف نازلة منها الحلويات، ناخذ مثلا زي هذا الاكسسوار، لازم نضيف لها كده اكسسوارات تدل على العيد، فنحولها كده كامل لزينة العيد. فاهمين قصدي؟ وفاكرين هذه الدراجة صورت لكم هي أكثر من مرة، كيف حنستفيد منها برضو للعيد؟ شايفين هذه المراكن؟ ما حنحط فيها الزرع، حنحط مثلا في مركن ليمونية، في المركن الثاني حلاوة نعناع، في المركن الثالث التوفي، زي كذا حتطلع مرة حلوة، وفين نحطها؟ في المدخل حقة البيت. كمان شوفوا هي نفس البسكليتة هذه تيجي فيها زي السلات، تقدروا تحطوا في السلة اللي قدام زي العطور القديمة فاكرينها؟ اللي كذا وأنتوا عارفين فين تجيبوها؟ عارفين سوق البدو؟ هناك في محلات كده وانتوا خارجين من سوق البدو يعني ورايحين على قدام كانكم رايحين على باب الشريف، حتلاقوا هناك في محلات العطور يبيعوا العطورات ديك القديمه فيطلع شكلها حلو. ومن هنا ممكن تحطوا في السلات هذه ورد فتطلع شكلها برضو مرتب، فكده انتوا سويتوا ديزاين حلو ويدل على العيد وفي مدخل البيت وكده يعني له شكل جمالي وتحسوا انه كده فرايحي. فاهمين قصدي؟ فزي ما بقول لكم حيطلع في الاخير كده الديزاين مره حلو. الوردات اللي تحطوها تقدروا تحطوها وردات ديكور زي ما بقول لكم، وتقدروا لا نفس الورده تعملوها طبقات صغيره فيها قطعه شوكولاته مثلا او قطعه حلاوه او قطعه توزيع على حسب التوزيع اللي انتم حابينه، فمثلا الضيف هو خارج ياخذ معاه فيلم بالتوزيعات اللي كانت عند المدخل. ودي الثبتات مره حلوه تشكيله كبيره منها حتلاقوها في سله المواسم تناسب للبوفيهات حقت الفطور، تقدروا تحطوا فيها المعمول، تقدروا تحطوا فيها البيتي فور، كل الاشياء هذه. حتى مثلا لاول صورت لكم بقول لكم دحين برضو ممكن اذا تبغوا طقم، لانه هذه مره عجبتني حلوه، في منها مقاسات مستطيل ودائري فتقدروا تشكلوا، تقدروا تحطوا فيها العيش الشريك، كل الاشياء هذه ممكن تنحط شايفينها. فلو بعدين حتسألوني فمن دحين بقول لكم كبتشروها عشان تعرفوا، اديكم فكرة عن الأسعار. في أشياء تيجي كده ب 23 مثلا زي الدائرية دي، في مثلا زي المستطيل يجيكم ب 34.5. في كمان عندهم زي هذه البتلات موجودة اللي عندهم ثلاثة ألوان، اللون الأحمر واللون الفضي وفي اللون الأبيض، هذه فكرتها ممكن تنزلوها كده مثلا في الجدار أو من عند الطاولة وتعلقوا فيها، يعني تنزلوا منها كده حلويات، عارفين في المسافة اللي ما بين كل وردة ووردة تنزلوا منها كده حلويات برضو. سعرها ب 17.25 ريال. وطبعا لو أخذتوا منها درزن سعرها حيختلف، تصير لا هي ب 17.25 الحبة. طيب ولو أخذوا درزن حتصير بكم؟ 13 يعني زي كده على 13.5 حتصير لكم الحبة لو أخذتوا درزن بالضريبة. السبتات عندهم عدوا وغلطوا أشكال وألوان، أسعارها تلاقوا ب 13 وب 14 وب 20 يختلف. شايفين هذه المجموعة الثانية كمان برضو كده ممكن تكونوا منها أطقم على حسب الديكور والديزاين اللي انتوا حتسووه أو الثيم، إيش اللون اللي عندكم.
بعد اطلع كده اشياء مرتبه. انا عاده انا احب كده اخذ الشيء منه يعني الطقم، لما يكون مثلا الديزاين الواحد مثلا زي كده في منه دائري ومربع ومقاسات وبيضاوي يعجبني اكثر، لانه خلاص يعطيني كده انه شيء يكون مرتب اكثر من انه اخذ من كل مكان حاجه. وشايفين الاشكال قد ايه؟ هذه طبعا بوريكم، هي في منها بعضها سلات ملابس، لكن هذه اللي هنا هذه كلها تنفع للعيد. نخرج شوية من توزيعات العيد، في أشياء عندهم حلوة هنا شايفينها، هذه اللي زي الرفوف في الغرف، يا سلام تحطوا عليها كده السكين كير اليومي مرة يطلع حلو. بكم سعرها؟ ها حلو سعرها ب69 ريال. حلوة سكين كير تحطوا فيها مثلا كده تحف تطلع مرة حلوة. ترى حتى لو أخذتوا مثلا 3 أشكال وحطيتوها كده جنب بعضها في الجدار تعطي منظر مرة يجنن، وتكون الأشياء كده مرة مرتبة. وفي هذا كمان مقاس كبير، بس ما أعرف المقاس الكبير كم سعره. ب 253. كمان راح تلاقوا منهم العلاقات حقت المداخل حقت العبايات، أسعارها حلوة زي ما أنتوا شايفين. في عندهم كمان حقت الأطفال. انا اكثر حاجه تجيب راسي كده ومره هتعجبني المفاتيح، اي شيء كده على شكل مفاتيح ميداليه علاقه تعجبني مره حلوه ب 28 ريال. شكلي انا باخذ واحده زيها. الجزء هذا كامل في سله المواسم عاملين عليه خصم 50%. ومن الاشياء الحلوه اللي قال لي عليها التبسي ده، ابوريكم التفاصيل اللي فيه، هو سعره بعد الخصم ب 69 ريال، برضه مرة يناسب للعيد وفكرته حلوة وشكله حلو ولون بني. المفاجأة انه يقولوا لو اخذتي واحد تاخذي الثاني مجانا، او مثلا لو اشتريتوا التبسي ده هتاخده مع علبة المناديل هذه مجانا، يعني تاخذي قطعة والثانية مجانا وسعرها يا بلاش. فهذه من الاشكال اللي مرة عجبتني وسعرها مرة حلو، يعني مثلا المناديل ب 75، التبسي ب 69، حتدفعي 69 وتاخذي الاثنين، او تاخذي مثلا دفعتي 57 حتاخذي علبتين مناديل زي كذا. فمرة الاشكال حلوة. دي كمان من الاشياء المخفضة عندهم، هي سعرها بعد الخصم ب 115 ريال. عارفين تنفع ليه؟ برضو تقدروا تحطوا في دور مثلا بتيفور، دور معمول، دور لد ولبنية مثلا معمول وغريبة، الأشياء هذه مرة حلوة كده بالذاتية أصلا العيد، فتقدروا تسووا كده منها تشكيلة، كل دور تحطوا فيه شيء وتحطوها كده مثلا جنب الطاولة اللي فيها مثلا الفطور اللي أقول لكم عليه فطور العيد يعني. برضو من الأشياء اللي عاملين عليها عرض البرايات هذه، 3 أشكال شايفينها، مستطيل والقلب اللي تحت واللي زي البراويز، تاخدوا حبة والتانية مجانا. أعطيكم كده فكرة عن الأشياء اللي عاملين عليها خصومات، مثلا هذا الشكل ب 46، عندكم هذه اللي تيجي كده زي المراكن الصغيرة ب 138، طبعا أنا بقول عليها مراكن بس أفكارها مرة كثير. عندهم مثلا زي هذا عبارة عن صندوق كأنه جلسة كنبة ب 138، هذه كده من الأشياء اللي تيجي دائما في الزوايا حق الطاولة، برضو تطلع حلوة تاخدوها لأنها تيجي 3 مقاسات شايفينها. حقة العيش اللي مطبخهم كده يناسب معاه اللون الأسود، هذه ب 115 والثانية ب 92، اللي تحفظوا يعني. كمان اللي يدوروا على طاولات التقديمات أو طاولات الديكور اللي تيجي كده أكثر من دور، 3 أدوار، دورين، زي ما تبغوا، اللي شكلها كده على تكون ذهبية نحاسية، في عندهم التشكيلة دي، يعني مثلا أول وحدة ب 391، تيجي كده 3 أدوار مقاس صغير وبعدين يكبر شوية شوية. في هذا اللي زي كده اللي هو القفص حق العصافير أو الأشياء اللي زي دي بكم؟ ب 200، هذه ب 299. برضو من الأشياء اللي عجبتني للي عنده هدية كده، اللي تبي تهدي مامتها، اللي تبي تهدي أختها شيء كده حلو تهدي صاحبتها، شيء إنه بدل الكرتون اللي يترمي وزي كده إنه تكون هذه الهدية تقدر تحتفظ فيها كامل الباكج، يعني مو بس الهدية اللي جوا بالباكج اللي فيها، عاملين زي علب الهدايا. شايفين كيف أسعارها؟ مثلا المقص الصغير في المربع وفي زي الدائري ب 138، وفي الشكل اللي زي كده يجي كبير ب 218، الوسط ب 172،
تجي فيها زي الفيونكة، شايفين كيف من فوق؟ كمان اللي مفكرين يبغوا زي كذا الحروف الخشبية عشان يكتبوا منها عيد مبارك، في عندهم المقاس الكبير اللي زي كذا يجيكم بستة ريال، والمقاس الصغير اللي زي كذا بثلاثة ريال وخمسة واربعين هللة. بنات محلات الشوكولاتات لازم تودي لهم الصينية اللي حتعبي فيها الشوكولاتة من بدري، لأنه ما يستقبلوا على الأخير. فسلة المواسم بلاقي عندهم أشياء سعرها حلو وأشكالها برضو كده حلوة، يعني زي هذه نص تفاحة ب69 حلوة. كمان عندهم حتى هذه شايفينها كده يجي زي الهرم وفي زي الصحنين دائريين برضو ب69، أسعارها مرة حلوة. في زي سيارة سندريلا، يعني مفكرين كده يعملوا شيء من ديزني، في سيارة سندريلا ب184 الشكلين، شايفينها الشكلين. كمان هذا الشكل مرة حلو، عارفين زي الطاووس، مرة حلو من الأشكال الحلوة. هذا للشوكليت مرة مرتب ب184، وفي يجي زي كده ثلاثة أدوار برضو ب184. فبقول لكم مرة أشياءهم حلوة سلة المواسم. هذه من الأشياء اللي تنفع مرة حلوة، حتى هم حاطين لكم عطر عشان يوروكم كيف شكلها، زي الدرج تقدروا تحطوا فيها العطور، تقدروا تحطوا فيها الشموع، الفواحة، في كل درجة تحطوا حاجة، مرة شكلها مرتب. وهذه كمان برضو عاملين، يعني هم حاطين يعني إنه عشان تعرفوا هذه الآية ويدوكم مثال لها. فشايفين كيف العطر في كل بتلات حقت وردة تحطي عطر مختلف، ب207 هذه سعرها. وريكم كده شكلها من بعيد، في شكل ده والشكل ده اللي زي الدرج. برضو كمان متوفر عندهم الأكياس القطيفة، شايفين هذه الألوان، المقاس الكبير ب28 ريال شامل الضريبة، المقاس الوسط تقريبا ب21 ريال برضو شامل الضريبة، المقاس الصغير مرة ب14 ريال الكيس. يعني من الأشياء اللي عجبتني عندهم التحف الصغيرة دي، لأنه ممكن تكون توزيعات وسعرها حلو ب2.30 ريال هللة. ففي زي كده شكل العربية اللي فيها السلة، عربية السندريلي، كمان في عندهم البسكليتة. كمان عجبتني هذه الشنط مرة حلوة، دائما أنا أقول لكم السلات والشنط، السلات والشنط تعجبني، لو تحطت فيها برضو كده حلويات مشكلة تطلع حلوة ب2.30 ريال هللة. فأعطيكم كده فكرة سريعة عن الأشكال الموجودة. لو حابين تطقموا لها مثلا أشياء زي كده ترصوها فيها برضو في عندهم متوفر. الكنبة عجبتني برضو عند المدخل للعطور، فعندهم تشكيلة مرة كبيرة زي الذهب اللي صورت لكم، هي في منها اللون الأبيض. ستاند السليبر والمناشف حبيت شكله ب172.5، من الأشكال اللي برضه حلوة عندهم. آخر شيء قبل ما أخرج من المحل أقول لكم، كل ما أجي أخرج ألاقي شيء حلو عجبني عندهم، زي هذه الأدراج البنات اللي يدوروا عليها للإكسسوارات، المقاس الصغير اللي زي كده ب120، واللي أكبر منه ب145. كمان في عندهم هذه الصينية أو التبسي، بس مقاسه ترى مرة كبير، من الحواف خشب، فمن الأشكال اللي برضو عجبتني، يجي زي كده تبسي كبير وتبسي صغير، مقاسه ترى في التصوير باين صغير بس على الطبيعة لا ترى مرة كبير، ب350. أجمل هدية منزلين بوكسات العيد، اللي لفتني عندهم البوكسات الإكريليك هذه، سألتوني عنها أكثر من مرة، العلب تيجي زي كده 12 حبة ب18 ريال. في ناس يحطوا فيها مثلا ليمونية أو الحلاوة أو النعناع، وفوقها كده يعني يلصقوا زي التحف، وممكن يحطوا التعليقات اللي بقول لكم الصغيرة الإكريليك اللي برضو ينكتب عليها كل عام وانتم بخير، عيدكم مبارك. برضو هذا الشكل الثاني عجبني زي الكرتون، حلوة الوردات اللي فيه شكلها ناعمة. كان عندهم الشكل الهرمي اللي زي كده أو المربعات، هذه في منها أكثر من لون، في اللون الأزرق والبمبي واللون اللي رايح كده على بيش. كمان لو تدوروا على زي هذه اللي زي الكرتون في موجودة عندهم. كمان عندهم الشكلين دي من الأشكال الحلوة، هذه بكم حقها الدرزن؟ اللي زي كده هنا في فضي في ذهبي 18 برضو درزن. عندهم الأشكال اللي تجي زي كده كراتين، شفت منها المقاس الكبير وفي عندهم زي هذا المقاس الصغير، بكم الكبير وكم الصغير؟ اللي زي كده هذه المربعات الصغيرة والكبيرة. كمان المبخرة هذه سألتوني عنها، تلاقوها في أجمل هدية، في عنده المربعة وفي عنده المستطيلة، بكم المستطيلة درزنها وبكم؟
كمان من الاشكال الحلوه اللي موجوده عندهم السلادي زي الكريستال، الورده اللي جوتها دي اللي زي الفلين تقدروا تشيلوها وتحطوا مكانها الشوكليت او الحلاوه. اعطيني الشكل الثاني اللي زي الكاسات، وهذا الشكل الثاني برضو زي الكاسات تقدروا تحطوا في القاعده اللي تحت، هي زي القزازه تقدروا تحطوا فيها الشوكليت اللي تبغوه او نفس الكاسه تحطوا فيها الحلاوه. كم قال سعرها دي؟ كم قلت لي سعرها؟ الكاسات هذه 25 كمان راح تلاقوا في المحل التعاليق الاكريليك اللي تكتبوا فيها الاسماء او تكتبوا فيها العبارات، برضو من الاشياء الحلوه اللي لفتتني عنده القاعده هذه الوردات، هذه تنفع للشموم وتنفع للفواحات. الركن الذهبي منزل من الأجهزة القماشية دي رسمات جديدة، المجموعة الواحدة تيجي ب15 ريال. برضو بتوفر عندهم أشكال جديدة لكراتين توزيعات العيد، حتلاقوا عندهم زي دي الأشكال كلها الدرزن ب15 ريال.